ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا ماضي 3:09 دقائق. هذه الو اي اف ام سبيسيال سونتي باي ميد بونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو تقنيات التجميل عند المراه فوق 30 سنه. بشكون حاضر معنا دكتوره بثينه طراد، اخصائيه في طب التجميل وزراعه الشعر والتجميل باللازير. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذايا نجموا تكلمونا على 31 380 ألف، سينو تنجموا تربحوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام ان برودوي 200 من هداء للابوغاتوار اس في ار. تربحوا معنا ان اكران سولير سان سيكيور بلار، وتربحوا معنا زاده اون كريم هيدراتونت. سؤالنا اليوم يقول هل ان نوع البشره عنده علاقه في اختيار تقنيه التجميل المناسبه اي والا لا؟ اذا كان عندكم فكره على الاجابه نجموا تخليوها في كومنتير على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. سينو نعاود نذكركم اللي موضوعنا اليوم هو تقنيه التجميل عند المراه فوق 30 سنه. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوينتين. دكتورة بثينة مرحبا بك وحدنا في اي اف ام. شكرا استضافة هاجر. عايشك الله يخليك. الله يخليك. دونك دكتورة اليوم باش نحكيو على تقنية التجميل عند المرأة فوق 30 سنة. باش نقولوا ساعه علاش فوق 30 سنة، شنو الحاجات اللي تصير للبشرة عند المرأة فوق 30 واللي تخليها تتعب شويه تستحق شويه مساعده، خلينا نقولوا احنا باش تستعيد الشباب نتاعها والاشراق نتاعها. باش نحكيو على المشاكل هذه، باش نحكيو على التقنيات اللي متوفره توا في طب التجميل واللي تنجم تعاون المرأة انها تحافظ على الجمال نتاعها وهي تكون فرحانه بروحها وقابله روحها بكدي. جوستومون هي ما تحبش تكبر برشا المراه، فما الحمد لله برشا تقنيات موجودين وعنا اطباء اكفاء ينجموا يعاونوها تستعيد الشباب نتاع البشره نتاعها. دونك خلينا نبداو من الاول نحكيو على المشاكل اللي تنجم تتعرض لها الجلد قبل. بي تو دابور احنا قلنا توا المشاكل نتاع المراه ابارتير دو لا ترونتين معناتها الثلاثينات، ساشون كو توا ميم معناتها دي فام اللي هما اقل من 30 معناتها بشرتهم عرضه للمشاكل. سيتادير تلقى مراه في 30 سنه واختها في 30 سنه ما عندهمش لا ميم بو اي لا ميم لي ميم بروبليم. بي ا بارتي دو 30 ans علاش احنا ما نحبوا ديما نخليو الجمال الطبيعي، لانه المراه تبدا جمالها تبدا معناتها لي زاكت دو ميديسين استيتيك على بكري معناتها يخليونا نحنا ندخلوا معناتها نخليوها تبدا بريكوسيمون ومع حوايج مش ضروريه ليها. دونك نحاولوا ديما نحثوا على الجانب الطبيعي لو كوتي ناتورال. الوغ هما لي فريكونت معناتها لي فريكون موتيف دو كونسلتاسيون ولا لي بلانت دي فام النساء يجيونا سورتو خوفا من الريت التجاعيد. حتى تلقاها ما عندهاش تجاعيد، عندها ديبي دو تجاعيد، تقول لك لا دكتوره انا راني عندي ريد وما نحبش يزيدوني وخايفه نكبر. دونك الهجس الوحيد والهجس الكبير للمراه هو تكبر وتكلف لها التجاعيد. قبل ما نبداو احنا في المشاكل نتاع حتى معناتها الدويات والا لي سوان هذوما، المراه يلزمها تهتم بشرتها، يلزمها تشرب برشا ماء، يفو كيلي تغط تخي تخي بيان سا بو، اي ليكسبوزيسيون او سولاي اوسي معناتها التعرض للشمس للقشره راهو للجلده راهو يهلكها وراهو يخليها عرضه تكبر معناتها لو فييسمون دو لا بو فريكوس. دونك اون بون معناتها اليمونتاسيون اوسي سي الماكله اللي هي صحيه، عدم التعرض للشمس. وديما ننصحوا النساء وديما نعاود في كل انترفونسيون نتاعي نقولها اللي ليكرون سولير اللي امبورتون من الاول، صيف وشتاء سي فري الصيف نحطوا اكثر، اما حتى في الشتاء لازم اون بروتيكسيون سولير. يفو كال بوا بوكو دو، يفو كال يغط بيان معناتها سا بو، هذوما العوامل البريفونتيف. جينا توا نحكيو على الشيء اللي سو كونستيتو اكثر مشاكل المراه تجي تقول لك كيما قلنا التجاعيد ريت لي تاش بيغمونتير لي تاش لي سيكاتريس. خاطر عندنا زاده ما ننساوش اللي با مال دو فام ال سون اتان بار لاكني حب الشباب واللي حب الشباب كي تلقاه مال تريتي ولا تريتي بعد الوقت معناتها خلي لي سيكاتريس. ولي سيكاتريس هذايا سي ان موتيف دو كونسيسيون تري فريكون بالنسبه ليا انا ولا لزملائي. عندنا اوسي لو غولاشمون، لو غولاشمون من غولاشمون معناتها تراه للجلده، لو غولاشمون سي فري ما نشوفوش في الثلاثينات. سوف كو فريمون المراه تعبه برشا، عندها ان ستريس امبورتون، عندها اون هيريديتي اوسي فاميليال دو فييسمون، مي يبدا احنا نعملوا له بريفونسيون الوقايه خير من العلاج. لي ريد برانسيبال سي ان برانسيبال معناتها موتيف دو كونسيسيون اللي هما سورتو في الجبين، وثما اون كونفيزيون ديما النساء يغلطوا بين لو بوتوكس وبين الفيلر ولا لاسيد هيالورونيك. لي ريد دو فرون اللي هما يجيو في الريد نتاع الجبين، الريد فرونتال او نيفو دو فرون،
c'est un problème de balance بين المسكل لي ريد نتاع الريد دو ليون كتلقى نقولها كونت نقولها فرانس لي سورسيل تلقى ديجا معناتها عندها دي ريد كي سي كونستيتو بين الحواشب Ou ils sont pas jolis, ou ils cabrent, ou ils ont l'air sévère. Et les rides autour des yeux, ils ont les rides de la patte de l'oie, ils ont le cas. Et donc, le remède interhom ou le traitement principal, c'est le botox. C'est la toxine botulique. Donc, je les techniques qui sont aujourd'hui en Tawa ou je les soins qui sont en Tawa ou je les soins ben je l'ai reçu معناتها في وقت صغير باش نحكيو على لي ريد كما قلنا نتاع جبين اللي هما لو برينسيبال تريتمون نتاعهم سي توكسين بوتوليك البوتوكس المعروف كما لو نو كوميرسيال تاع التوكسين اللي هو يخلينا معناتها اومي لو روبو لو مسكل باش ما يزيدش يرجع خاطر كيف المسكل يخدم برشا دونك لي ريد سو كونستيتو وتولي اذا كما بديناش نخدموهم في الاول بالتريتمون هذوما بالبوتوكس يوليو السانستال بالكدا اللي يعملوا متغرقة وان لي تريت ديفيسيلمون ابري خاطر شويه كيما لا سيكاتريس اون كاسور بي ثم aussi la perte de volume ثم النساء كيما تعرف احنا ديما عندنا مشكله نسمنو نضعفوا دونك لا يا اون بيرت دو فوليوم اي ا بارتير دو ساتاناج ثم الغريس في البدن في الوجه تهبط وتنقص دونك ثم اون بيرت دو فوليوم اللي نحنا نجمو نعملوها بالكومبلومون لو كومبلومون اللي هو متعارف عليه كومبلومون على اسيد هيالورونيك اللي هي ماده طبيعيه سي اون بروتين ناتوريل اللي نعملو بها le comblement ou on a le bien aussi on efface les rides les huma autour des yeux le comblement ou la cyanurique il frappe et la molécule elle est maintenant majouda mais ça différents types d'acide hyaluronique ça dépend en fonction de la zone à traiter et en fonction aussi de la peau mais qui l'acide on met dans la pommette ils me coulent un produit volumateur la tine volume et un effet de projection pour lifter un peu معناتها le volume يجبد شوية باش نقصنا لو ريلاشمون اللي الماء يقلقها وثم اللي لاسيد اللي هو فينمون ريتيكولي اللي نحطوه باغ اكزومبل في لي سيرن كرو خاطر السيرن برشا نوعيات اسانسيلمون لو سيرن كرو نجمو نعبيوه بالاسيد هونيك مي لازم يكون فيبلمون ريتيكولي باش ما يعملش ما يعملناش معناتها دي بول ولا دونك يكون يسيتال في في الزون دو كرو ثم اوسي نعبيو لي سيون لازوجينيا اللي هما بين الفم والخد هذوما زاد يغرقوا افيك لاج مي توا لي نوفيل تكنولوجي تبدلت حتى تكنيك انجكسيون ما نبداوش من اللوطه نبداو الفوق نحاولوا نعبيو من الفوق افيك توجور وجانسيست على لي في ناتوريل واحده عندها بوميت يا با دو كوا باش نزيدو لا بوميت باغ كونتر افيك دي بوميت مي عندها ان افي دو ان بتي ريلاشمون لا اون مي une molécule adaptée باش تعملنا l'effet de projection et l'effet lifting pardon du visage. معناتها يعطينا on redonne de la vivacité du visage sans pour autant changer la forme de son visage. Ça m'a aussi le motif de conversation اللي هو يحبوه برشا النساء توا و c'est la tendance c'est l'ovale. L'ovale اللي تحديد الذقن تحديد الاوفال اي الذقن هذا اللي هما افيك لو طون تقول لك انا عندي ان ريلاشمون عندي ترهل نتاع الجلد هذوك اوسي يا دي مويان اللي هما لاسيد هيالورونيك اوسي اون لانجيكت بور ريديفينير ميو تراسي الاوفال اوسي فما لي فيل تنسور لو خيوت اللي هما كوم لور نون انديك سي دي فيل تنسور qui essentiellement donne un effet de remodelage et l'effet inflammatoire اللي يعطيه كي نحطو la pose du fil هو اللي يخلي un remaniement معناتها de la peau ou يخلي en retour la peau ou تطلع avec le temps ou خاطر هما des fils résorbables je dis bien résorbables donc ils oublient après un certain temps mais l'effet inflammatoire يقعد et ça va des fils هما crantés ils se trouvent ils se douent et ça donne un effet de retention et de remodelage de la peau هذا principalement كي نحكيو خاطر برشا تقنيات باش نحاول نلخصهم كيما قلت لك Donc on a aussi le laser, le laser اللي برشا عباد تقول لك شنو اللازر، اللازر كيما نعملوا به ليبيلاسيون ديفينيتيف معناتها تحيد الشعر دو فاسون بيرمانونت ومن بعد كي نعملوا لي سيونس دونتروتيان نوي نحكيو على ليبيلاسيون ديفينيتيف ثم لو لازر دو ريسورفاساج، لو لازر اللي يعطينا دو راجينيسمون، لو فوتو راجينيسمون، لازر سي اون لوميير، سي دي فوتون اللي سا ديبوند دو تيب دو لازر ou un laser qui va agir au niveau superficiel, principalement un laser erbium ou CO2, laser ablatif ou laser de resurfaçage. Il y a un effet sur la texture. Donc, il y a un effet, il y a des plis solaires, il y a des petites ridules, il y a une texture qui n'est pas adaptée le peau. Donc là, on va faire un resurfaçage, un lissage. On lisse la peau. Ou ça, l'autre type de laser, il y a qui va un peu plus profondément,
on chauffe dans le derme moyen, un chauffage, وهذاك يعطينا le fait de raffermissement et de remodelage. Où on peut combiner le, les deux techniques, c'est-à-dire le laser superficiel, l'erbium ou le CO2, ou on نستعمل برشا l'erbium, معناتها فيه moins de risques بعد la, la séance, où il est très très mieux apprécié par, par nous, حتى les médecins. Le CO2, il est bien, mais fille éviction sociale importante. Il faut des séances de laser. Ou qu'on a zéda bad n'kamlu le laser qui va agir un peu plus profondément. Fait couche ta derme moyen ou liatine le raffermissement et la, la, la tension de la peau. Et des moyens ils zéda des séances. Mais je me passe à واحدة je t'en parle les résultats. Ça met le laser il coûte l'excès de l'herbium mais qu'on peut y en intra oral. Fait le bouche. Ça va stimuler la collagénèse, ce qu'on appelle la néocollagénèse. Ça va activer les fibres de fibroblastes qui vont synthétiser le collagène et où le principal facteur est lié au rajeunissement de la peau. Ça m'a aussi donc on a ça m'a d'autres moyens ils ont beaucoup de séances, la radiofréquence aussi, mais c'est un chauffage aussi superficiel, mais il nécessite beaucoup de séances. Ou tu sais, avec le temps et avec les études cliniques, ça m'a les derniers Ça m'a une technologie tawa aussi la tendance, c'est l'hydrofacial. Comme le, son nom l'indique, c'est hydratation de la face. C'est un soin nettoyage profond de la peau, exfoliation, donc le comédant ou les impuretés ou les imperfections de la peau, on a des moyens d'infusion, c'est-à-dire on injecte, on met des produits pour revitaliser la peau et pour donner surtout le coup d'éclat. J'ai le malade qui a un peu de peau, un coup d'éclat. C'est la fréquence, c'est la demande la plus fréquente. Ça met les moyens aussi. La mésothérapie. La mésothérapie, c'est des injections, des vitamines, de nutriments, d'acides aminés, de, d'acides ioniques non réticulés, d'oligo-éléments, d'antioxydants, l'effet du coup d'éclat recherché par ces, ces dames-là, où il y a aussi un resserrement des pores. La PRP, la PRP, la bétarafa, c'est l'injection de plasma riche en plaquettes. Ils sont ils vont, riches en plaquettes. Les plaquettes, ils font beaucoup de facteurs de croissance et ils vont stimuler la régénération de la peau. On va stimuler la, cette, cette régénération cellulaire. La PRP aussi, ou la mésothérapie, c'est des injections, on n'hésite même pas d'anesthésie hata locale. Un rythme de séance espacé de 15 à 20 jours, selon bien sûr les moyens des patientes. Un seul soin, il n'est pas suffisant pour traiter la plainte ou la, la, le motif de consultation de la patiente. Alors, بالنسبه هو l'idéal ou لينا نحن كطب التجميل احنا on combine les techniques. Quelle peau elle est différente de l'autre. Quelle amour il est différent. Donc, dit comme là, de préférence, t'amènes un bilan ou un plan de traitement esthétique. Mais je t'amène quelque chose faire mal ou faire jamais. Face à cela, je vois la priorité me taire. Et dès qu'un dit comme là, avec un affaissement du visage, عند هنا الفاليد لارم تقدم على تلقى affaissé ou عندها تحويقة في العينين ou عندها une perte de volume visible. اللي هي ما عندها نقص ما تضعفت. هذيك وقتها نقولوا لها ننصحوها تبدأ بالفوليمتري. Un remplissage fin, doux et naturel. Une fois bdina le côté avec le profond, bad neltage ou namlu on corrige la texture la peau, les imperfections, les pores dilatés. Et donc namlu on en bad. Et sur un plan, bech lemla ma tsahabch aliha, bech ma tkoulch wajib chi kallafni, lwajh c'est un traitement حاجه essentielle. Lazem mra tfehma li hiya lazem tatlehi bi. Kol ma tatlehi bi bkri ou kol ma tatlehi bi عند طبيب مختص في الدومين هذية كل ما هي عندها دي ريزولتا غارونتي ا كور اي ا لون تيرم دونك سي سي امبورطون تو سا باهي هو هذولي دكتوره اهم حاجه عند النساء توا في لي تكنيك هذوما جوستومون لو ريزولتا تقول لك هي ساعات لو ريزولتا تراسي لي مثلا كل عام عامين باش نعاود اوكي هي تحب ماذا بها حاجه وفرد المره باقل التكاليف وباقل صبر لها هي تقول لك نصرف عليه مره واحده اوكي هذولي مش فزابل Mais je faisais pour une femme jeune. Une femme jeune, c'est vrai, le traitement de terre, il est plus facile qu'une femme
اجي مش تجيك واحده في 30 ولا في 40 ولا في 50 بي. لكن ما فماش ان تريتمون ميراكل اللي يعملك من سيونس واحده باش المراه تولي كيما هي الغاف داتخ. تقولك نحب نكون كيما فلانه كيما ارتيست تتفرج فيها كيما فنانه تحبها، سا سي امبوسيبل بيان سور. انت والبو نفسرولها، احنا اوني لا علاش الطبيب تبع التجميل هو اللي لا دوره باش يفسر لي باسيونت هكا. نحنا الرول نتاعنا نقولوا لهم راهو مش من حصه واحده مش تكون عندك لي في ديزيرابل ما تديزيري ربي باش تقولها راهو يفو دي سيونس دونتروتيان. سي فري لاسيد هيالورونيك كيف احنا نحقنوه في الوجه في الزون اللي هي مقلقتها بيان سور وقتها عنده وقت عنده اون دوري دو في ابري اون اني فوار دو زون اي فا سو ديغرادي. انت والزون مش كيما نحقنو باغ اكزومبل البوش لا ليفر كيما لي بوميت لي بوميت لي سيون جينيرالمون يقعد في برودوي اكثر خاطر سي دي زون كي سون با موبيل. الفم الفم معناتها اللي يقعد في برودوي خاطر سي اون زون موبيل و بيان سور ثم نسيت كيفو. Le tabac aussi c'est un facteur nocif pour la peau, pour tout. Donc ils ont fait ça. Elle si la حكايه هذوما التقنيات نستعملوهم بطريقه ريغولير ما نقولش فريكونت مي نقولوا الوجه نشد ما ناخذوه بشويه بشويه نفسروها اللي كيف تعمل هي توا باكزومبل حقنتين وثلاثه حتى كي وجه يستحق اكثر مش لازم تعمل كل شيء بالعكس يفو با كان شونج رابيدمون يفو كان شونج بشويه بشويه ومن بعد ابخي 6 موا ابخي 8 موا اون مي اون في دي سرانك اخرين بور لونتروتيان اي وقت خير ديجا حتى الريزلتا خير الى aperçu mieux. Ou bien sûr, on combine comme on les traitements, mais je t'amène à quelle l'acide ionique, tu as fait, les, à un moment donné, on doit avoir une idée ferme. À telle façon, tu dis, Nicolas, madame, là, le produit, il est bien maintenant, ou je t'ai choisi, ou elle l'a relâché, ils ont d'autres techniques. Les patientes, les patients, ils ne sont pas à la base, ce n'est pas une maladie, mais c'est un souci, où ils ont un équilibre aussi psychologique important. معنا حسيبة من بنعروس. مرحبا بك حسيبة. عايشك وبيك. مرحبا مرحبا عايشك لي أنا بون جوستومون خاطر أنا أستاذة نتاع سبور معناها متعرضة برشا للشمس. ألوغ عندي البيكمونتاسيون ماشي جديد معنا فوق ال 40 سنة أو مش فوق ال 30 برك. أما بون سكو جو ريماركي أنه ميم لي زيكرون اللي نستعمل فيهم الكل ماهوش قاعدين يمشيو ويجي قاعد يمشي ويزيد الكلور نتاعو تبدل كومبليتمون معناها توا حتى كان نقعد مثلا في الدار حتى جمعه كامله ما يتبدل حتى شيء. بيجمونتاسيون جربت كل شيء ما حبوش يتنحى وماشيين ويوليوا لي بعد شكل دي معناها دي بوان هكا صغار ولاو من يعملوا دي جروبمون فهمتني ولاو لايس بلايس دي تاشكوز عليهم اشكال ابار الكولور نتاع وجهي اللي معناها تبدل ضربه واحده فهمت. بون ما نعرفش انا مول نجمو نعملوه الجزائر ولا اي حاجه يتعارض مع الشمس ولا لا خاطرنا ديما معناها متعرضه للشمس ديما اكسبوزي في الشمس. مدام حسيبه انت عمرك 40 قلت لي 40 سنه اي فوق ال 40 فوق 45 وهل نحكيو عليهم جوست الخصوم عندهم برشا ما عندك وجهك ولا انت والله شوف هما كانوا شويه معناها ما كانوش برشا اما تو معناها اللي لاحظت بحكيهم من عمي ولاو برشا فهمت وظاهرين اكثر ومش عاد شكل ديتاش واحده بعيد على واحده ولاو قراب بعضهم قرب لبعضهم والله اوندي غي ديتاش نوار هكاك ما محطوطين فيهم. عندك صغيرات انت؟ اي عندي نجمو معناتها نجمو حسب ما تحكي انت مواصفات تاع التليفون نجمو يسابوش دو ماسك دو غروسيس اللي هو الملازمه. لا لا ما كانوش عندي بالكل الغروسيس نتاعي ما صاروليش هما يجيو ما جاونيش بالكل بالكل هما نجمو ما يجيوش حتى في الغروسيس يجيو من بعد الغروسيس. بون احنا تو ما نجموش نشخصوا الحاله عن بعد تو سكو نجم نقول لك اللي هو سي فري قلت انت تعمل في ليزيكرون واللي ما فما حتى ريزولتا واللي خلتك متعرضه للشمس اللي ناسحوك احنا سؤالك انت على اللازير. اللازير il peut être indiqué في التريتمون تاع ليتاش بيغمونتير اما نجم نقول لك حتى شيء لما نشوفوك بيان سور و اون فوا نبداو لا سيونس الحصص نتاع اللازير بيان سور يلزم شمس لي او موا المده الاولى اللي هي الجمعه الاولى لا سيمين لا بلو كروسيال. تنجم دونك معناتها تتصل باي طبيب تجميل مختص في اللازير ويفسر لك خاطر نحن ليتاج الحقيقه ما نلتجئوش للازير اول حاجه سي با اون بروميير انتونسيون نشوفو ماشي ناتور نتاعهم ثم دوتر مويان ان تريتمون اوسي دي بيغمونتون نعطيو لو سوار مش كان ليكرون خاطر ليكرون هو وقايه مش ينحي جوستومون هما برشا عباد برشا نساء ماشي في بالهم في ليتاج ليكرون هو ميديكامون اوغ كو هو لي موان دو بروتيكسيون معناها ما يداويش جوست يحمي اللي هما فور انديس دو
بروتيكسيون فيه قوي، اما هما سورتو باش يخليو لي تاج ما يزيدوش. اما مش يداوي، فما دي تريتمون ادابتي مدام لي تاج بيغمونتير اللي هما برشا انواع، فما تاج سنين تاع الكبر، فما تاج تاع الشمس. بريف ما نجموش نقولوا هذوما الا نشوفوا المريض ونعرفوا ومن بعد نعطيوه التريتمون معناتها اللي هو ادابتي ليه هو. اللازير ديما نقولها في ليتاج نخليه اخر حاجه دورنيي ركور، لانه بلادنا وجوهنا معناتها اللي فوتو تيم تاعنا ماهوش تري ادابتي للحقيقه اللازير. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لصفاق. معنا ضحى، مرحبا بك ضحى. الو الو، عسلامه ضحى. مرحبا. عسلامه عسلامه دكتوره بوسينا. عسلامه، مرحبا. عايشه لاباس؟ عايشه دكتوره. انا عندي ليريد، انا عمري 40 عندي ليريد فوق الفم وفي الكونتور نتاع العينين، اما اللي مقلقني اكثر هو اللي فوق الفم. اللي فوق الفم ما. ايوه، اما انا ما نحبش ليسرنج، نحب نستعمل تريتمون ولا تعطيني انت تكنيك ما فيش لي سرنج، خاطر انا نخاف من مع الاخر. انت خوافه من السرنج؟ هما لي سرنج صغار على الاخر، مش لي سرنج اللي ندقوهم في المخروق ولا حاجه. ما طيب انت مادام تتكيف ولا لا؟ لا لا، سؤالي ليك على الدخان، خاطر كيف نتكيف ما تتكيف تدخن. دونك الفافوريز لاباريسيون دي سي بلي، هذوما لو سكابي لي بلي سولير اللي هما اوتور دو لا بوش. دونك لو فيت دو فومي اوسي سا لي فافوريز. بيان سور افيك لاج ثم اباريسيون دي ريد، كو سوا في الوجه الكل ولا في البلاصه اللي انت مقلقتك. اذا كان انت تحبش الزرق بيان سور، وكما احنا نحترموا زاد بيان سور معناتها المريض شو يحب وشو ما يحبش، ثم لي مويا ينجموا نعملوا معناتها ثم دي سيونس دو ميزوثيرابي نيتروزيفت اللي هما ثم دي سيونس دو فيتامينات. تسمع فيها فيتامينات؟ ايوه. ما نجمش نقول لك اليوم عندهم ريزولتا ميراكل. ثم لا بي ار بي اللي حكينا عليها من قبيله، لكن الحقيقه ما نجم نحدد لك التقنيه الا ما نشوف الوجه باش نقول لك اللي ليتوندو دي ريد. وبيان سور ثم لو لازير، لو سيرفاساج او لازير اللي نحن نعملوا ان ليساج دو سي بتيت ريد، سورتو اللي كانوا هما دي ريدول ماهمش دي ريد بيان تراسي. داكور، يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لتونس. معنا لاميا، مرحبا بك لاميا. الو، عسلامه. عسلامه لاميا، مرحبا بك. عسلامه بك عايش. مرحبا. دكتور انا عندي 16 موار، عديت وخديت برشا تريتمون شي ما حبش يطلع حالي، ما عرفتش شنو نعمل له. بيه دي تاش نوار، انت كي تقول نوار معناتها نوار نوار غامقين برشا. اي نوار عادتين على المارون، فهمتني؟ انا وشي خاطر ابدي بشوي يبدو اكثر. كانت اول مره جاني في جبيني وفي تاع فوق تحت خشمي وفي خدودي، هو اسمح لي في الواحد قاسم في خدودي برك. في خدودك؟ انت قلت مقلقني برشا. انت قلت لنا عديت عليهم، اسكو عديت عليهم عند طبيب مختص؟ اي عديت دي جلد. اي وخديت دي تريتمون معناتها دي كريم ولا شو؟ اي تريتمون خديت برشا تريتمون، معناتها ما تنحتنيش تيلمون برشا. يمكن في خدودي برشا ولا. خديت دي تريتمون وما تنحلكش. وكملت العلاج نتاعك؟ ما تعاودت رجعت لطبيبك؟ لا لا لا، رجعت وقال لي من ستريس ومن الضغط معناتها ما عطانيش. قالوا لي تو نسمع فيه ديما، نسمع فيه التجميل نتاع تي ار بي هذيك، ما عرفتش يساعدني ولا لا. شوف مدام، البي ار بي برشا برشا مرضى بوكو باسيونت الكونفون، معناتها البي ار بي ماهيش باش تنحي لي تاش، البي ار بي الاتينو لي تاش، ما تخليهمش يزيدوا، مي ماهوش ان تريتمون دابوان، معناتها تريتمون نتاع التاش الماء. ابار لي تريتمون دي بيغمونتون احنا ننصحوا بهم المرضى، بيان سور كيما قلت من قبيله ليكرون سولير اللي هو ما يخليش التاج تكبر وتزيد، ثم اوسي سيغتان بيلينغ نستعمل فيه ديما ديما نستعمل فيه. وطب اللي مشيت لهم انت ما ننصحوكش بالبيلينغ، لو بيلينغ حتى سوبرفيسيال موان. لا لا لا، هذا زوج طب نتاع الجلد نورمال، ما عندهم عياده ما كابيني ما عندهمش ما عرفش. مدام التريتمون الحقيقه نتاع التاش تريتمون معناتها ان بو كومبليكي، ما نجمو نحدو الا ما نشوفو التاش ونشوفو الوضعيه متى وقتاش بديت وكيفاش. داكور، يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. احنا مكملين مع التليفونات، تنجمو تطلبونا على 31 380 ألف. شو تنذكركم توا مضي 3:41 دقيقه وتصفيت اذن العصر. توا وقت 3 العصر في مدينه تونس. مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربعه نتاع العشيه. موضوعنا اليوم هو تقنيه التجميل عند المراه فوق سن 30، تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. ونمشيو لسوسه. معنا الفه، مرحبا بك يا الفه. عسلامه، مرحبا بك. مرحبا لالا، عايزك رحب بيك وبالدكتوره اللي معاك. مرحبا مرحبا، تفضل.
عندي أختي عمرها 36 سنة، عندها البشرة قوة نوار في قشرتها في وجهها، وقشرتها شيحة برشا وما نشتش حتى للطبيب، ومستعمرها ما استعملت حتى دواء معناتها لوجهها. حبت كيف معكم وكل حبيت ناخذ فكرة هيك تنجمش تنصحها. دونك أختي قلت لي عمرها 36 سنة وعندها عندها البشرة نتاعها شيحة. أي برشا شيحة وليسر عندها بون ليتاش نوار دوك. بون ليتاش نوار والبشرة شيحة، البشرة شيحة ما نعرفش أختك الريتم نتاعها في ماكلتها في الدوغري ديدغاتاسيون نتاعها، اسكو تشرب ماء برشا ولا اسكو سيكسبوز أو سولي معناتها برشا ولا يلزمها دي كريم أدابتي للتيب معناتها النوع نتاع القشرة نتاع البشرة، على خاطر كل بشرة يلزمها كريمات معينة، يلزمها كيما قلت لك ما تتعرضش للشمس. بالنسبة للتاش كيف كيف زاد توا حكينا عليهم، بوكو دو تيب دو تاش، بوكو دو كوز دو تاش، ما نجموش نحديهم نحد دوم هكا في التليفون. يا دي تريتمون، فما دي تريتمون، ما اختك ننصحها انا تتعامل تمشي لاي طبيب مختص في الدومين هذايا بشويه ينصحها خير ويعمل اكزام، لانه التاج سورتو كترو لي تاج يفو اكزاميني لا باسيونت داكور باش انت تنصحها بالتريتمون اللي موجود. ثم تريتمون قلت كريمات، ثم ام بيلينغ اللي هو ادابتي للبشره نتاعها، ثم دي سوا معناتها دو 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 بي ار بي دو ميزوثيرابي، فما برشا ثم الهيدرافاسيال، ثم توا لي تكنيك برشا مدام. دونك مرحبا بها، تتفضل عنا ونشخصوا لها الحاله ونعطيوها التريتمون اللازم. باهي دكتوره، فما برشا نساء يسالوا فينا وهي مشكله في الجلده معناها فريكونت برشا عند النساء اللي هي الدسه، وديما ما يلقاولهاش علاج وديما تصعب عليهم وما يعرفوش حتى كيفاش يتعاملوا مع معاهم كي تبدا في الوجه نتاعهم. دونك شنو الحلول اللي تنجم تكون موجوده باش يعالجوا بها الدسه؟ الدسة هي ستا كما قلنا كما قلت انت موتيف دو ماتا فريكون دو كونسلتاسيون، تجي سورتو للنساء اللي يجيبوا صايرات، دونك سي اماس دو كراسيس او سكو نابيل لو ميلازما او كلازما. تريتمون نتاعو سي فري مش هين، معناتها يبدا التاج تبدا بشويه وتمشي وتكبر. Il faut vraiment faire attention. Le laser, nous, dans le mélasma, on l'indique pas. Moi, un laser ou de première intention ou de deuxième intention. Il y a des moyens thérapeutiques, les crèmes, les crèmes adaptées le dessin. وبيان سور الوقايه من الشمس، ونقولوا لهم راهو معناتها يلزم يتعاملوا معها كمعناتها حاجه في الوجه معناتها تجي مالوغوزمون تمشي وتنقص، لكن يلزمها شويه صبر. دسه والملازمه يتعب الباسيون سي فري، يلزمها تاخذ تريتمون الادابتي تريتمون الباهي ويمشي راهو. معناتها ثم دي تاش دو ملازمه اللي هما فريمون ازون ديسباريو، لكن يلزم لونتروتيان دو تريتمون على خاطر الديسباريس ولا تعاود ترجع. دونك هذيك نجم نوضحوا لهم السادة المستمعين اللي لو ميلازما ولا الدسه لو ماس دو غروسيس، نقولوا الغروسيس تجي اكثر عند الناس اللي حبلت واللي جابت صغيرات. تريتمون يلزموا او لون كور، يلزم تصبر ويلزم سورتو ليكرون سولير ستيف وشتا و ان تري بون مويان ديدغاتاسيون دو لا بو. وثم الحلول معناتها اللي حكينا عليهم من قبيله باش يعاونونا اللي تاش ما يرجعوش. باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشوا لبوم هل معنا سهير، مرحبا بك سهير. الو الو، عسلامه عسلامه سهير، مرحبا. معك مدام سهير من بومهان. مرحبا لالا، تفضل. حابه نشكرك على البرنامج، حلو برجة. مرحبا نسلم على الدكتوره وانت زاده. عايشك بارك الله فيك، تفضل لالا. عايشك. والله حبيت نسال، انا البوم تاعي مزيف وعملت دي سانك سيونس بلازير قطران الشعر هكا في اللحيه وفي بون سؤالي حبيت نسال يا اخي مرور الوقت زعما يرجع لي ليه؟ قعدت متحيره معناتها. سؤال مهم جدا. سؤال مهم جدا مدام سهير. انت دونك قلت عملت خمسه او سته حصص ليزر على الشعر، نجم نعرف عمرك مدام سهير؟ سهير؟ مدام سهير؟ تسمعينا؟ سهير؟ الو؟ وي مدام سهير، مازالت معنا؟ نسمع فيك. نجموش نعرفوا عمرك مدام سهير؟
عمري 33. باهي 33 ans. Alors, بالنسبة للشعر مدام, الشعر هو يتأثر سورتو بالعامل الهرموني. Donc, une fois, ou à partir de cet âge, 30 ou 40 ans, مدام 40 سنة, الشعر يمشي ويغلاظ ويمشي ويولي معناتها épais. Donc, l'indication du laser, il est bien posée. Donc, انت حسيت اللي الشعر نتاعك نقص معناتها نقص في l'épaisseur ونقص في الدنسيتي ولا؟ Est-ce que انت اللازر كعمل تو للشعر اللي في المونطون وفي الليفر هكا ولا في الفم؟ Est-ce que نقص نقص في الابيسير؟ بالكدا 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 يعني فرحانه بالريزلتا. باه هو راهو باه سي بيان. دونك لانديكاسيون تاع اللازر ايتي تري بيان بوزي دون سو كالا. اللي هو نجم نقول لك اللي ثم ديسيونس دونتروتيان. اللازر نعمل ديسيونس داتاك اسباسي دان موا خاطر السيكل نتاع الشعر في الوجه الى ان سيكل كور دو 3 ا 4 سيمين. اون فوا انت عملت سته او سبعه او خمسه سويفون الحالة نتاعك والدنسيتي نتاع الشعر نتاعك الكل وقتها لازم انا ننصحك باش تكمل بليزونتروتيان. ليزونتروتيان اللي هما يكونوا بين اربع خمسه شهور لين بعد تولي حتى في ثمانيه شهور حصه. مي لازم نواظبوا على حصص ليزونتروتيان باش ما يرجعش. ما يرجعش كيما قبل هو امبوسيبل. مي ما نقولوش عملنا سيونس دو لازير اي افي اون افي ديسباغيتر لو بوال سا سي امبوسيبل. انا كل مرتي وكل مي باسيونت نقول لهم هكا لازم اداهم على سيونس دونتروتيان نتاعها. ونوعنا هدي من سوسه. مرحبا بك هدي. الو مرحبا. مرحبا هدي. عسلامه هدي. عايشك. مرحبا بك الله يرحم والديك. مرحبا. مرحبا بك. مدام انا عمري 60 سنه وجهي عمري ما مصحصح. عمرك 60 سنه؟ نعم. عمرك 60 سنه مدام؟ ايه. وجهي ما عملتلوش حتى مصار. ما نصحصح. ايه. ولا عادي حين حاول تبدل البلاصه نتاعك خاطر مانيش قاعدين نسمع فيك في الديره. لا ما توا خير ولا علي في صوتك شوي. قلت لك وجهي ما عملت له حتى شيء. باهي هكا نسمع فيك. توا بديت على وجهي فهمت. باهي ما نجمش نسالك سؤال مدام. الوغ وجهك انت بدا يتعب شنو اللي مقلقك في وجهك اكثر معناتها بحكم عمرك 60 سنه ثم ساعات دي بو حتى في 60 سنه يشد رواحهم. انت مقلق حاجه معينه ولا مقلق بصفه عامه؟ شو مقلق في وجهك؟ كان مزيت برشا ولا معتدل ولا شيح برشا. مقلقك الشيح نتاع وجهك. مقلقك لي غيد مقلقينك تجاعيد في وجهك في جبينك شو مقلقك؟ لا انا علاش كلمتك توا قلت في المرحله بما اني ما عنديش تجاعيد وكل توا نجم ما سي بيان كان في 60 سنه ما عندكش تجاعيد حاجه باهيه على الاخر سكو عندك بشره باهيه باهي مدام. دونك انت حسب ما سالتك وحسب ما انت قلتي الحاجه الوحيده اللي مقلقتك في وجهك او الاساسيه هي البشره الشيحه هكا ولا تشرب ماء بكدا مدام ولا كيفاش ما تحبش الماء برشا؟ والله عادي جدا عادي ما نشربش. باهي انا ننصحك تشرب ماء معناتها اون بون كونتيتي معناتها ماء في النهار على الاقل اللي معناتها ليتر ونص تشرب ماء تغذي معناتها خاطر الجلده نتاعنا تستحق بوكو ديغراتاسيون. اذا كان تقول لي ما عندكش تجاعيد حاجه باهيه الشمس زاد تقلق القشره تقلق البشره سامعني وتزيد تشيح من البشره. دونك انت ما نعرفش دار ما تخدمش؟ لا. انا توا علاش نبدا في العلاج توا معناتها في الوقايه هو نورمالمون هو نورمالمون تشرب الماء انت تحط الاكران تحط الاكران خاطر عمرك معناتها 60 سنه اما سافا با دير اللي انت عمرك متقدم انت قلتي ما عندكش تجاعيد لاباس وتحاول تعمل دي سوا اوسي لي سوا هذوما باش انت ما تخليش تزيد تكبر معناتها. يعطيك الصحه دكتور. يعطيك الصحه. نمشيو لمريم لاك دو. مرحبا بك مريم. عسلامه. عسلامه لاله. مرحبا. عايش كيف فضلك. معك مريم جي 31 ans. مرحبا. ان فيت انا البروبليم نتاعي كان عندي دي فاريس في وجهي. ومش عارفه شنو دي فاريس في وجهي يدي هذا الاحمر. ونتعمل جوست ليكرون معناها على السلعه. داكور. ما عنديش مشكله لان مش عارفه كيفاش نعمل ندويهم. شديد حتى مع بعضهم. بهما نسميهم. ما كنتش حطيتهم انتوفتون عشان حسيتهم برشا ولا. انت عمرك قلتي 31 عام وعندك برشا اكتشفتهم والا قاعدين يمشوا يزيدوا؟
عندي مقبل هما بي هما نسميهم احنا فايكوسيتي خاطر دي بيتيت فاريس في الوجه و سي دي ليزيون فاسكولير دونك عادي يجيو سورتو لي بو بلانش ونجمو نداويو معنا الحل نتاعهم اللي هو لازير فاسكولير ونداويهم ونحيوهم بحصه ماكسيموم 2 ابري 2 mois دونك ثم الحل هو لازير فاسكولير ينحيهم بالوقت معناتها ما فماش وجيعه ومعناتها بالوقت تراها الفاريكوزيتي هذيكا ومعناتها السبايدر انجوما يتنحى في ساعه دونك ثم فيهم حل مدى باهي يعطيك الصحه دكتوره بربي اخر سؤال قبل ما نكملوا في ساعه في ساعه فما شكون يسال فينا الدكتوره اللازير اسكو فيزابل نجمو نقدوه وقت اللي تسخن الدنيا والا عنده بيريود معينه خاطر احنا جينيرالمون نعرفوا اللي اللازير مش باهي له الشمس معناها اللي تعمل لازير تلقاها مغطيه وكوكو ايكرون اي تلقاها الكوش ايبيس نتاع ليكرون واذا ما ترد بيها الشمس اسكو فيزابل يتقد في الصيف والا لا هو سي اون كيستيون بيرتينونت هاج لازير يتعمل في الصيف اما يلزم المراه المريضه او حتى تو لي باسيون جي اللي يعملوا يلزم يحميوا وجوههم سورتو كيفاش نعملوا الوجه لا اون بارل دو فيزاج دونك يلزمها تعمل حصه نتاعها اما ال سيكسبوز با او سولي وتعمل ليكرون اوبليغاتوار بالنسبه لي زون اللي كيفاش تعمل هي لي زيسيل والا البارتي انتيم والا ساقيها ولا حاجه بيان سور اذا كان مش تعمل برونزاج فما حتى داعي باش ما تعملش لازير احنا نخدموا سيف وشتاء ونقولوا خاطر تبدلوا لي لازير ولكن نقول لهم تحتاتوا من الشمس. باهي. اي اون اغيت با لي لازير في الصيف. باهي يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك كانت بحدنا الدكتورة بثينة طراد أخصائية في طب التجميل وزراعة الشعر والتجميل باللازير يعطيك الصحة. شكرا على الاستضافة مرة أخرى. ميرسي. مرحبا بك.